رأيي في هذا القرار اللي اتخذ بين عشية وضحاها فهو قرار كيبان لي أنا ارتجالي، أخذ بعين الاعتبار لا ديال المواطن لا الإجراءات اللي دارت من قبل، هما دابا ضربوها بحالنا ضربوها الزيرو، الناس اللي ملتزمة ولا الناس اللي غتسافر والناس تمحنات سيرتو البارح في الليل كني دوز 12 ساعة عارف في البياج كيتسنى تحقو النوبة، وانا في نظر بان هذا القرار اللي اتخذ استعجالي وارتجالي وما عنده حتى صبغة، ما عنده حتى صبغة في نظري يعني. الراي ديالي في هذا القرار ديال الاغلاق ديال المدن وكثر في هذه المناسبة كيبان لي بانه قرار عشوائي، لان يعني بحال هذا القرار ربما تنظن انه خاصها تدرس وخاصها يعني كاين مواطن يجب ان يحترم، ناس عندها ارتباطات مع العيد، ارتباطات عائليه واقتصاديه، فماشي ناخذوا قرار على 4 السوايع ونسدوا فيها سميتو، هذه كدير مشاكل وكتبين بان المواطن لا قيمه له، فهذه راه ازمه، يعني ملي تنقولوا ازمه خاصها تكون عندها واحد لجان مختصه اللي كتدرس كل شاده وفاده، لان ملي كنقولوا ازمه راه بحال في حاله حرب خاصها خطط، فإنسان مثلا ملي غنكون عندي عدو كنهاجم فيه ما غاديش نهاجمه بواحد الطريقه اللي هي اعتباطيه عواقف، لا خصني خطه امتى نهجم امتى نرجع امتى، فكذلك الازمه، فالناس عندهم يعني كما قلنا مواطن مغربي كاين قله الوعي، كاين بزاف ديال الحوايج لانه هذا هو المستوى ديال البلاد، ولكن المستوى ديال اللي كيحكم خصو يكون اعلى، يعني كيكون يعني دارس المواقف، ملي كتقول المواطن مثلا عنده ارتباط عائلي انفيستي واحد المبلغ ديال الفلوس في الكبش في التقضيه في بزاف ديال المسائل والعائله كتسنى فيه وبزاف ديال الحوايج، وتجي حتى اخر دقيقه دقيقه 90 وتقول له لا حقا تسد الطريق، فتنظن هذا استهتار صراحه يعني لا عنوان لها سوى انه استهتار بالعقليه ديال المواطن. ايه كاينه الازمه خصنا نحميو البلاد خصنا بزاف ديال الحوايج، ولكن بغينا دراسه النهار الاول يقول لك راه واحد النهار اللاضات غتسد الطريق اولا العيد ما كاينش كاع، يعني باش الانسان يتحل من جميع الارتباطات، ماشي تورط بنادم يتورط وانفيستي ويرتبط وبزاف ديال الحوايج وتا الاخر لحظه تقول له لا ما كاينش، اسمح لي ما تنظن بان اعتباط وعشوائيه في التسوير وعشوائيه في التدبير، وهاد الناس الله يهديهم علينا، هاد الناس هاد الحكومه هادي الله يهديها علينا وصافي، ما انا كيبان ليا هاد الازمه مشات غير بلا اله الا الله، ما كاينش دراسه ما كاينش خطط ما كاينش منهجيه ما ما, ما 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 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على حسب الحجر الصحي اللي قررت الحكومه هاد مؤخرا انا كيبان ليا بانه قرار صائب، لانه في مصلحه الشعب باش هاد الوباء ما ينتشرش وما يكثرش، حيت كنلاحظوا في مؤخرا حاليا بان هذا الوباء كثر، دونك كيبان لي بان الحجر الصحي راه في مصلحه الشعب المغربي والمصلحه العامه، حنا ماشي ضروري العيد شي راه سنه مؤكده الى قام به البعض كيسقط عن الاخرين، هادشي اللي بان لي بان المصلحه العامه في كل شيء. اولا اخويا القرار اش نقول لك هو بالنسبه الناس على حسب الناس اللي كيطلعوا معنا الكليان وداكشي الاغلبيه ما تقبلوهاش، الاغلبيه ما تقبلوش، ولكن الحكومه شافت واحد بعد النظر، ما غاديش نلوحوا اللوم على الحكومه ما غنلوحوش اللوم على كلشي كيتقاسم، المشكل كبر من هذا القرار هذا، لذا كنشوفوا الله يلطف بالجميع الله يلطف بالجميع، وكنتمنوا من الناس يلتزموا راه هاد المرض هذا دواء فتاك الله يحد منه، وكنشوفوا حتى الناس كاين بعض الناس متهوره كاين بعض الناس متحافظه مع الكمامه، كاين اللي يديرها كاين اللي ما كيديرهاش، وكنطلبوا الحيطه والحذر من كل جانب، والله يرفع لنا هاد الوباء في هاد العيد، والحكومه خدات هذاك القرار كان هذه راي وجهه نظر ديالي انا، كان على لو كان الاغلبيه ديال الناس كيقول لك هاد العيد هذا ما كانش يكون، فهمتي ما كانش يكون باش الناس دابا الناس راه الاغلبيه البارح تقريبا مع 8 ديال الليل فاش تصاب هذا القرار هذا، البارح مع الليل
يعني تفلوكو الناس، كلشي باغي يسافر، كلشي باغي يسافر لا في المحطات لا في المحطة ديال عين سبع ولا المحطة ديال ولاد زيان ولا في الطريق، يعني وقعت واحد الهستيريا خطيرة. وهذه المهم هذا نداء كنقولوا للناس المواطنين الله يجازيكم بخير، خذوا الحيطة والحذر والله يرفع هذا الوباء على الجميع. وكنشكر كلشي اللي كيوقفنا من السلطات ولا من الأمن ولا من الأطباء ولا من صحافة ولا من أي واحد، التزموا بالحذر التزموا بالحذر، وعواشركم مبروكة، وراه هادشي غادي يدوز، وراه هادشي غادي ماشي العيد الأول ماشي العيد الأخر. وتحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.